جنده ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مركا هوينيدا تيك توك غليساي وا ميدان اخلاق لهين مركا وداد كان دعاداس سو مقلي دعاد نيروبي كدعدي ري نيروبي دعاد وا مقلي انتود بدا 180 دعاد وا مقلي حافظ السوتسي كدعدي مر قبلها الصوماليين الشيخ فوضى يا في العادة كده الشيخ رنتو يدين شيء توشون كيف تيميني هل كسر وبحية وقدم بين عادي كده وناي مرك مقرسلة هاد جبر تيك توك على ده سيدو كله عادي كده وناي جبري جبر تيك توك على ده ولا هل كان مقر لا تكمل تي خلاص لهم بعكلا إلا ندت كم واحدين يسوا صوما واحد يدين بيك الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبتي ذقالي وحذير جينا ذيك وعفمات خو مالنتي مثل مقالك السنة وذا أكو داو دونتان وهرين بأبلتين لسو عسكراب سار سوك المقالك أنا قري وما ستين وي هاي سيداد مقالك سنكوس أركتين با مقالك وحاكو ساب سيني هاي دود أدق إميك اللي جوغ أولي حيسو الشيخ محمد عبد أمال أو كميد علماء الصومال إيوليو خار كميد قبلها تيك توك استعماله هذا الشيخ أمال وحا وصودو ومقال شليتو وكلي هاي قبلها تيك توك استعمال لما قول سنكر وحشرفنا ملاح هذا بشيقي والو داتي قار موقال توس اسكسو دوو دومر قار معيشو داني ايا قار كومتي كعايو اي نقضين هذا بشيقا وحوكا اللي قبلها تيك توك ايدا قمدو دا وحارو امرك انا اوكل قر قادو يا قلدن الشيقا ميا لاي قلدن يهي بس قبلها ناسح هرتو مركا ايمانا تيك توك دي لاي اكعب سنو تيك توك سيدي سوا فاقسي يعني قبلها اللي مباح تيك توك رقنا امفعينو دمرنا وما فعلنا because دتك استعماله انتو ضبطن وحابطن كو حمان تو كفافيو شيق مركا وحا سؤال ويدي ويلان يرا او يوكي كنو الميا ميلها وحودا شيق وقبر تيك توك استعمالش دا قرس دا كوران مركا سو وحودا تلاهان تيدا اني كولو ما تليان اني حتى اني شيق ماه شيق ميه اني او يوتوبرو شيق اهين قفنا كولو ما تليان انو قرس دا قبر تيك توك استعمالش أنا أقول لك أن السوشيال ميديا كثيرة. السوشيال ميديا لوجري أياسي كلا دارنا تيك توك أكسيدر. أنت أقول لك أن تذكر عيتما قبلها كده كان شيخان. بلو حالي دابتين مقال كشيخ لو هستو يسوي كجواب شو أشخاص أوله قبل تيك توك استعمال شرف ملها ما نقول تلهن إن الكرسي. مقال كسيلا دعوة كدبنا. سيدا صح ذا أو إيه ولو أرنتان سيدا كلية معقول كأوتا وهل لنا دعوة شو نكس. ناقها تيك توك قال لي محمد كورب عليك قوم صاعي هرت وكلت وين محمد قتني قال مر كورب الدور الشدة كحمات هذا حول الشدة مر كورب كحمات تيك توك يوح بس با يا غورت كوجين برجع على رأي مر كورب إنك قوم سنة يا سيد النبي وشيخ صلى الله عليه وسلم فضفر بذات الدين تربت يداك يعني هوين الدين لقوم سو يونبي صلى الله عليه وسلم مركا دورشة دورة دي كحوماتو كوريغا ايو المحا ايو نورشة دوران دي بيكاليس هذي هويني دي لقبو اخلاق دو كهلو وي معاصي دي لجهرتو وميلا نوحا سو كليتا اللي كيري وايو نينكو حاس كيسي ينو حمان تو كود داوضو امرالي بغن نغل صحما نبي صلى الله عليه وسلم وفقوت المامي نينك الرير كيسا يحاس كيسا حمان سمين سادان اسكدبا سعود الرالي كا واد ديوث بو نبي صلى الله عليه وسلم ديوث نتشاند مقل بو نبي صلى الله عليه وسلم مركا هوين ايدا تيك توك قلي ساي واميدان اخلاق لهين معايا تيك توك وحان اخلاق لهين باقالا إلا انتد كما واحدين يسو صوما واحد يدين بيك الشيكس مركا مير فساد سنو يخربا مركا سلام دلقا كيري وايو تي هورنا وات قرتي تن كده بجيه فر ناق مهوا هاي تيك توك لقي كروا هاي أمان الراتب يا توق من الراتب هذا كده بكفر سواحد قرسليس ما هي لي
أخلاق ذا يكل الدنبينتا يطاع هذا يدور صونانتو أصل بيوتها القريقة هوين إذا هدينا دور صونينا ودقمد النوحة سوكلا عليها دهينا هنا يكوكسي بلارتو يكوكسي لها تسعنا مركا هنا أدخل تحق بعضو لها دهي وانا سحسنت هاي والله أعلم واي هاي waxaa daawanay hadalka sheekh maxamed abdii umal oo ugu jawaabay wiirkaas su'aashaas weydiiyey okay gabdhaha ay tamaa marka sheekha ku dhigan sheekha muxuu galabsaday waxa uu galabsaday yaani arin xaqiiqo sheega oo maanta la joogo ashaxumada meesha ka bilaabo tiktok way tusaale in sina imisa gabdhood oo aan ah ayaa la soo qarxiyay ayagu wiilal la raaxaysanayo ayagu video call ayagu qaban laga duubay waa imisa gabdhahaas intee ka soo aan bixin أمبو محي استعمالاين أمبو بحاجة لغا قرناي تيك توغا لغا قرناي شيقة صوب لو هستالي أبنا قمدان شيقة عايدة أقراي يوليو كوة تاسو عاية تما بحا أجيدي مدو فرحية ما لها يوكي كنول مايا وكنول بلجنكا أو تيما قابن أو صوب دوبت موغالي شيق كو عاينيس مرو إنا موغال كيد سوقاتو مانا دوناي حالكا إنا كسو سيدايو موغال لغو أفلغا ديناي علما سوماليد لغا مايا وطاينا سوقاتو لكن هذا حالك سوقو شيخ ku saxayaa imisa gabdhood oo caana ayaa la soo qarxay xagee laga garanay TikTok xagee isticmaalayeen TikTok imisa gabdhood oo mataqaana maanta rag ee xabeen ay kala tageen oo ay dhaqan waayeen oo ay TikTok ka kari waayeen ayaa jiraan xisaab leh sidoo kale imisa gabdhood oo maanta niman qabaan sidoo kale public wife loo bixiyay waa taqaanin oo maanta ayuu la qabo rag kale muqaal la sameeynaayo xisaab malah oo lama xisaabi karo marka sheekha inuu dhaho gabar TikTok garad ah aniga waxina kulamo taliyeen inay guursato wuu ku saxayaa oo aniga xataa sikiyaanteeda maanta hadii qof oo tali i waydii oo i dhaho warniyo gabar TikTok garad ah guursar waay maxaa ka leedaa waxa dhila balankaas ka mar guursani because TikTok gaas isaga dhinaca fasaad gabadha waxa loo baahan yahay inay tahay gabar asturan war ninka adduunka ugu anshaxun fiiriya haddii aad wiil gabdhaha ku dheelo oo gabdhaha jecel inoo soo raw oo ku sameesto birtu markii imaad inuu gursado wiilkaasi ma jecelo gabar oo mataqaana aan wanaagsanayn ma jecelo inuu ka fogaado baale marbiyo waraba gabar toosan asturan guri hooyada joogto isaga u qaaso raba marka qofkii weydiyaanin guurniyo maxay u tala waxa kula tala gabar asturan gurigeeda joogto social media isticmaal yani social media qofku isticmaali kara laakiin waxa ka wada gabar aan wajigeeda TikTok iyo waxas aan la iimaanin social media muhiim waa mobile waa wada wadana WhatsApp isticmaalna Facebook isticmaala Instagram isticmaala taas waa okay oo taas qofka looma diidi karo inuu social media isticmaalo laakiin gabar TikTok dhex jaaseeso dhex niikineeso dii qof rata male tusaale gabadha ugu qoran tahay faadum wuxuu soo qortay شيخ قال شيخنا إن قبلها للو واحد قد بو باقرك اللو ديست إنا لله إنا إرشعون قبلها إن كلاو حي سوقرت واحد كما تكي بحينا إن قبلها وعاتك تا جناك اللي صور ديه محادرة دان كما تكي آخر قبلها إن كلا مريم حسين وقرنتا ويا أيضا واحد يلي داي والله الدين تسيحن بالو فهم وذات كستو الدين شاكتو قبله أمبو أفلق عدينا قبلها إن كلا أيضا واحد إي سوقرت شيخو اسكو من ما هددك أو قبلة تكتو غرادة أو وناكسنا جرو تاوة جرتا gabdho TikTok isticmaalo oo wanaagsan waa jiraan laakiin sideedo gabadha TikTok ma wanaagsan ayadoo wanaagsan mid ko doqna helaayo wax buu siina muqaal ka duwa imisa gabdhood ayagoo toosan oo wanaag looga bartay wacdi looga bartay ayaa la helay ayagoo nimo la baashaalay marka sheekha laga leexdo walaaba ka nahay gabdhaha sida uu caytamay markii arkay oo sheekha halkaan heestaan oo ay afliga deenayaan oo aysan u nixinin markii arkay aad baa uga nahay wadaad kilaa barakeeyo runtu sheeg horena Soomaali wuxuu ugu mahmaaday run sheeg waa ceeb sheeg ee dhacdeer aan idin sheegaa qiso yar ayaa jirto oo qaab private aan u maqlay yaani social media qisada ma soo gelin qisadaas dadka ila wadaagay magacood waa qarina lamaanahaana magacood waa qarinaya oo ma doonayo inaan sheego maadaama qisadan qaab private lagu soo sheegay inkastoo liifa saxalahay qisadan sanadkan January hadda ku jirna bishan shanteeda dhacday qisadan waa li ogaanay social media soo laakiin magac qaraa la yidhi waxa ka dhacday Nairobi waxa jirtay gabar TikTokerada aan meesan ahayn markaasay bilaawis laakiin gabar fudfudo
ayadoo qaabil isoo dhigto iska jaajaystay gabadhii waxa guursaday wiil ka yimaaday dalka Mareykanka oo de intaas oo sano Mareykanka maqnaayo lacag leh wiilkana wiil saa weyn meen 30 dollar jiro aha ayadana gabadh yar ayayd wiilka imaaday aroos u dhigay kaaliska arag ee arooskeedu kumanaan dollar ku baxay meher oo 20,000 dollar ayay wada galeen meher 20,000 dollar ma aragtay ayay wada galeen markaas gabadhii markii arooskeeda la dhigay wiilkaana dacwo iyo inuu soo xaray oo bilaa maray kulaab ee wiilkii gabadhii wuxuu ka kari waayay TikTok aan iska dhaaf yaani waxa uu dhahay in maanta wixii ka dambeeyay gabar la qabatay oo marwo ah marka sida darteed TikTok aan isticmaal iska dhaaf aniga ku qabo aniga seegaaga maxaa laga rabaa inay dhahdo waayahay hadda kadib waxaan ahay gabadh marwo ah waa inaad sida hore si ka duwan aa u dhaqma muqaalada aa TikTok soo dhigana waa inaad practice geliya inta soo laga marabin gabadhii ninkii wax ku leedahay Mareykanka ku laabtana wuxuu arkay ayado way wada falaf ayado dheesu arkay wuu bacay familkii wuu bacay hooyo gabadhaad maxaa baasan hadda Afrikii ma aroos qaali aan u dhigay gabadhaad aanay marwada te waa lagu sheekaysanay gabadhaan ii qari familku waa kari waayay aabiya loo sheeg waa kari waayay abti adeer nagata wiilal la soo duway muqaal xal wiilasha maxaa ka wada wiilasha asxaabaanan ya asxaab asxaab waxa dhacday gabadhii wiilkii isagoo qabo 1 month hal bil kaliya aroos qaalina u dhigay Afrika uu maade meher qaali u dhigay kumanaad dollar uga baxay inuu furo ayada ma ku nimbeeshe way ku leenbeeshe lambarkan u waday fimirkeedana waa ceebis marka wadaadkaan dhacdadaas soo maqlay dhacdada Nairobi ka dhacday reer Nairobi dhacdada waa maqlay intooda badan 180 dhacdada waa maqlay xaafada South Sea ka dhacday mar gabdhaha Soomaaliyeed oo sheekha foodo iyo falagaadada ka daaya sheekha runtu idin sheeg toosh idin ku iftiimeen halkaas ugu baxaya ugu dambeyn adiga daawanaya marka ma guursan lahayd gabar TikTokerad ah sidoo kale adiga daawanaya gabar TikTokerad ah walaalka mu guurleed kama tii